معي من الرياض عبد الرزاق بن عبد العزيز المرجان، عضو الأكاديمية الأمريكية في الطب الشرعي الأدلة الرقمية، متخصص في الأدلة الرقمية والجرائم المعلوماتية والإرهابية. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد عبد الرزاق. إذا فيسبوك وتويتر إذا ما وضعنا عنوانا عريضا قد يمنعان الشخص من السفر، هكذا مراقبة لها إيجابيات طبعا على الصعيد الأمني الذي يخصنا كمواطنين، ولا شك بأنه لها سلبيات فيما يتعلق بخصوصية الفرد. كيف تقرأ وتتابع هذا الموضوع؟ أهلا وسهلا فيكم. حقيقة هذا موضوع جدا مهم. احنا نعمل أساسا أو ما نسميه السمعة الإلكترونية للأشخاص. عادة تعتبر تويتر أو شبكات التواصل الاجتماعي أحد الذي يقوم به الشخص أو أحد السلوكيات التي يقوم بها الشخص، وتكون هناك تحت تحليل بما يسمى سلوكيات الافراد، سواء اذا كان لهم اي تواصل بالجماعات الارهابيه او اي تاييد للجماعات الارهابيه، مثلا كاعاده تغريده او كنشر صور للعنف او كمساهمه في العنف او ايضا كذلك اللي هي قبول صدقات او بما يسمى اللي هو الاستضافه، قبول الشخص كمستضيف لديك. فهذه العلاقات عندما تحلل ويوجد فيه ارتباط مع الجماعات الارهابيه امنيا يمنع من دخول البلاد، لأنه يعتبر أحد المخاطر اللي قد يكون يستخدم من قبل الجماعات الإرهابية. كيف يتم تحديد هذا الموضوع؟ يعني على أي معايير عندما تقومون يعني فيما يتعلق بأدلة، إذا ما تحدثنا عن منصبك يعني وعملك بالجرائم المعلوماتية والإرهابية، على أي معايير؟ يعني ممكن أحد يكون مشارك بأعمال إرهابية، وممكن يكون أن يكون بعيد كل البعد، ولكن كل نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعية يعني مشتبه بها أو مثيرة للقلق. طبعا كلام جميل جدا. هو أساسا لكل شخص في الجماعات الإرهابية دور. طبعا لما نتحدث عن ما يتحدثون عن الأمريكان هو ما يسمى بالمسح الأمني، إذا كان متعاطفا فهذا قد يكون في احد الاوقات على وجه في اي وقت ممكن ان يبايع ابو بكر البغدادي عن طريق تويتر او عن طريق التليجرام، وهذا يكون مهيأ رقم واحد. الرقم الثاني قد يكون ليس متعاطفا بل يكون في درجه اعلى ومؤيد لما يقوم به، فهذا اجراء له اخر، بما معنى الرجل وصل الى مرحله كبيره جدا. ثالثا بما نسميه بالخطر، انه وصل قد يمثل خطر تهديد امني، ولكن كما حددت التحديد الأمني على مدى مستوى أو ارتباطه بالجماعات. طبعا يتم التحليل كما ذكرت، هناك بما يسمى تحليل العلاقات. تحليل العلاقات يتم تحديد العلاقات، ما هي الشبكة التي يرتبط بهم الشخص رقم واحد. بالنسبة لتويتر يقومون بالدخول على حساباته الشخصية عن طريق الحسابات الشخصية ما تسمى الرسائل الخفية. الرسائل الخفية تعطيهم انطباع أكثر عن الشخص. كذلك لدى الحكومة الأمريكية التواصل عن طريق الحسابات عن طريق البريد الإلكتروني، يرون بما يقوم أن يراسل. كذلك لا ننسى أنه يقومون بالدخول إلى جهاز الجوال بما يسمح لهم الدخول، فهناك لديهم علاقات كثيرة. نعم. بالربط العلاقات بما يسمى العلاقات اللي هي الشخصية لدى الأشخاص وتحليلهم تحليلا دقيقا. طيب سيد عبد الرزاق، إلى أي درجة يجب علينا كأفراد، وهذه كنصيحة منك، أن نهتم بسمعتنا كما أطلقت عليها سمعة الإلكترونية للأشخاص؟ طبعا في حقيقة اجتهادات جدا ممتازة من دول الخليج التعاون وبادرة بما أن فيها سلبيا، فدعيني بس أعطيك أستطردك سريعا مثل ما قامت به مركز تعزيز الوسطية بدولة الكويت باستضافة عدة ورش واستضافة الأسبوع الفائت، وطبعا رفع بما نسميه رفع المستوى الأمني لدى الأسرة ولدى اللي هو المدارس والاوساط التي يجتمع فيها الطلاب، حتى يكون هناك وعي ويعرفون ما هي رفع مستوى المخاطر، ما هي المخاطر الامنيه، لان هناك كثير من الاشخاص من يستخدم الانترنت ولا يعرف ما هي المخاطر الامنيه. كذلك ما هو دور الاب والام؟ لهم دور رقابي على الانترنت ولهم دور رقابي على اجهزه الجوال، فتم شرح لهم ما هي الاليات. فهناك دور الاهل كبير جدا. كذلك الصور، لا برهن على نشر الصور، بعضهم كما تعرفون في الواتساب اول ما تاتيه الصوره يقوم بارسالها، هناك مخاطرة جدا كبيرة. وكما ذكرت الولايات المتحدة قبل 6 أشهر بإصدار أنهم يحق لهم فحص جهاز الجوال في المطار، ولو كان في أي صورة سيقومون بإرجاع الشخص من عدم دخوله، لأن هذه مخاطر كبيرة. فعلينا الحذر من الصور، علينا الحذر من دخول مواقع الإرهابية لأنها قد تكون تسجل صحيح. في جهازك. يعني أن نأخذ الموضوع بجدية دائما. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة من الرياض سيد عبد الرزاق بن عبد العزيز المرجان، مختص في الأدلة الرقمية والجرائم المعلوماتية والإرهابية.